هاي ده كتاب لسون إنيسيال بتاع الألفابي ده ليفر انتراكتيف من سن 3 لخمس سنين موجود منه بالفرنش موجود منه بالفرنش وبالجيرمن وبالإنجليش وبالعربي الكتاب ده حلو قوي علشان بيعلم الطفل ان هو يبتدي يقرأ لان هو بيبتدي يعرف اول حرف في الكلمة أغبر كمان ممكن نكتب لو الطفل بيعرف يكتب بالماركر وبيعمل تريسينج للأ وبيقدر يمسحها دي والتاني لعبة ان احنا نعمل الصوت انيسيال اللي هو البيجينينج ساوند ولو الطفل لسه عنده 3 سنين ولسه بادين نشتغل معاه وما بيعرفش يمسك القلم ما بنبتديش الاول بالماركر بنبتدي بصبع الطفل بنخليه يمشي على النقط بصبعه الاول لغاية لما يتعلم ان هو يتحكم في ايده وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده لو بدينه على الطفل بنبتدي بالأبر كيس ما بنبتديش باللور كيس بنبتدي بالساوند ما بنبتديش باسم الحرف وطبعا الطفل بيقدر يكتب ويمسح لان الكتاب رايت اند وايب ليفغ اردواز تالت لعبة ان احنا نعمل ماتشينج للألفابات نشيل دول ونحطهم تاني مكانهم سيشا بيبوش أرب هتاخدوا بالكم من الصور اللي موجودة هتلاقوا جسم من بارت بودي بارت هتلاقوا فيه فروتس هتلاقوا فيه حاجات من نيتشر انيمالز الرابعة اللي احنا ممكن نعملها ان احنا نستعمل الماجنت ان احنا نحط نخلي الطفل يعمل جملة بي كوم بوش فيبتدي يقرأ بي كوم بوش لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لليوتيوب شانل بتاعتنا كارو كيدز ليرنينج از فان ثانكس فور واتشينج وشوفكم فيديوهات جايه كتير باي باي